2022 ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. رجعنا لكم مكملين معاكم اخر سويعات في 2021، نستقبلوا مع بعضنا 2022 في البلاتو سبيسيال هذيا مع ضيوفنا النجوم، جو مفاجئات وكادوات والموسيقى شي اخر. يرجع بحذانا الفنان جلال السعيد، مازلنا باش نحفلوها بالموسيقى من قبل. بحذايا زوز ضيوف يسرغاليين على قلبي، عشرة أربع سنين، أكثر من أربع سنين في ترانكيلا، مشاغب بتصريحاته، عمل لي شوي مشاكل قبل كي بدنا معاه في حوار، نخاف الحقيقة شوية، ربي قدر الخير. نحكي على مخرج مسرحي ومسرحي كبير ياسر، سليم السنهاجي. مرحبا. مرحبا، مرحبا بيك، مرحبا، مرحبا بكل المستمعين، مرحبا حتى انتم كلكم، ومرحبا بكل طاقم الراديو إداري وتقني وعمل الكل اللي هم أخواتي وأصحابي، ونحن الناس الروب العشرة. ولد الدار سليم. اي لا عادي، تدخل ديريكت، ما دقيتش الباب، دزيت الباب سق، دزيت الباب سقايا، تجي وقت ما تحب وتدخل ديريكت. ثاني الو ديريكت للاستوديو. ايها المستمعين الكرام، مرحبا بكم، ان شاء الله نعدي وقت مزيان، وان شاء الله 2022 مبروك عليك سليم. ان شاء الله يفضل، خاطر متاكد ينجم يقعد يذلني عام كامل يقول لي خاطر عملت سواغ فيو معاك، اغزر عنك في حد. باهي كان قعدت نتذكر انا، وليت نستعمل الزهايمر. لطف عليك. نستعمله، نقرر باش ما نتذكرش. محلى في واحد نجم يستعمل، نقرر نقرر باش ننسى. نحكيو انا برشا، ما نحكيو من بعد على برشا ديال هذيك. مرحبا. تلعبوا برشا زاد سليم، باش 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 تلعب شوية. صغيرة تلعب، ما يعجبكش تو. صغيرة. 22 2022 نلعب، باش تلعب يا بنت. 22 عام. يا بنت يومي قدك عندها ربع صغار. دوك نشير لزميلة عزيزة زاد نورتنا بحذنا في الاستوديو هوني، ريم شاكر. مرحبا. شو كيف نغزل؟ هذا مش افار جملة راهو. لا لا لا، انا مانيش في مريوة باش تولي السهرية صعيبة شوية. صعيبة شوية، تنبدلوا من بعد ميزونسين. شنو حوالك ريم روما؟ الحمد لله، الحمد لله. عطينا نودعوا 2021 بالنسبة لي انا، خلينا ندخلوا في 2022 ثماش ما نشوفوا حاجة أخرى. إن شاء الله. كيف كان 2021 سليم؟ باهي، شنو باش نقول؟ كان كيما العوام الكل بالخيوبيه نتاعو، بالخيوبيه معناتها ما كانش، ما كانش سهل على الناس الكل، ما كانش سهل على البلاد، ما كانش سهل على المواطن التونسي. فيه دي او دي با، فيه معناتها حاجات الباهي، كونه كانوا كانك ما بين بيت السخون وبيت البرد، تفرح في غدوه تحزن، تحزن غدوه تفرح، برشا مفاجآت، برشا مفاجآت معناتها سياسيه اجتماعيه ثقافيه. معناتها الخايب كونه ما عندوش مطعم، هذا ايش حبيت نقول؟ باهي، ما عندوش، ما نباغ دوغو، ما تنجمش توصفه، ما تنجمش تشدو كي زابق مجاري. صحيح. طبعا نحكيو شوي اخر باكثر التفاصيل. ريم، كيفاش كان 2021؟ كيفاش في كلمة كان قلت 2021 في كلمة، شنو تقول يا ريم؟ لا رد لقضاء الله. كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا في 2021 على المستوى الشخصي، فقدت أختي نهار 24 جويليا. بركة فيك الله يرحمها. عمرها 45 سنة. دونك كهو 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 الكورونا، وبالنسبة لنا لليوم والغدوة بعد غدوة، الله لا تسامح الحكومة اللي جيت في الفترة هذيك، وبالنسبة لي أنا لا سمح لرباح، ربي يرحمها. إن شاء الله نتجاوزوا ونتجاوزوا مدامنا مؤمنين، وكهو الحمد لله. الله يرحمها وينعمها ريم. احنا شوي اخر نبداو معاكم سياعتنا مع ضيوفنا ريم شاكر وسليم السنهاجي، نكتشفوا شوي اخر مفاجآت. يلا بعد الفاصل. اكيد. غيديون 2022، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.